السلام عليكم، كديرين بخير؟ لاباس عليكم؟ هانتوما هانا جيتكم بالورد عاوتاني، تستاهلوا مني كل هاد الورود هادي، كان هدية لجميع المتتبعين ديالي. ايوا المهم انا غادي اليوم ان شاء الله غادي نعد شي ناس. هانتوما شتو الورد؟ اوه الورد زوينة، اوه التمر، التمر وداك الشي والحلاوة ما عريتهاش ليكم. المهم اللي عرف في الغادة خلي لي في الكومنتير، هاني غادة دعوا معانا، الله يجيب التيسير. يلا يا البنات الله يجيب التيسير والله يسهل، راكم عارفين التمر باقي غنشري بالحليب ان شاء الله الرحمن الرحيم. التمر والحليب والورد والحلوى.